بسم الآب والابن والروح القدس الإله واحد آمين. معكم الأستاذ علاء أكرم أبو رحمون، أستاذ التربية الدينية المسيحية. اليوم راح نشوف درس بعنوان الشخصية المسيحية. نبدأ بصلاة صغيرة. أيها المسيح الكلمة، ما أبهاك ما أسماك، من تراه يعرفك، من تراه يفهمك. هبني أن أعرفك وأحبك، أنت النور يا معلمي. أرسل إلى نفسي الضعيفة شعاعا من ضيائك حتى أراك. افتح أذني وإليك أصغي، قوي إيماني وإليك أهتدي. كلامك حياة وسعادة وسلام، تكلم يا سيدي، لغيرك لن أصغي. أبني شخصيتي الشخصية المسيحية. في هذا الدرس سنركز على أن الله الخالق يدعونا لكي نسعى إلى الكمال، أي لتنمية جميع الطاقات الجسدية والعقلية والروحية التي فينا، ويدعونا أيضا لكي نحمل رسالة خاصة بنا في كنيستنا وفي وطننا. إذا استجبنا لهذه الدعوة المزدوجة، كمال ذاتنا وخدمة الكنيسة والوطن، بنينا شخصيتنا وحققنا هدف وجودنا وحياتنا. الجزء الأول عمل تمهيدي. أمامنا سنة جديدة من حياتنا. إننا نتخيل، نحلم، نفكر، كيف أريد أن أبني شخصيتي؟ ماذا أريد أن أكون؟ ماذا أريد أن أفعل؟ إننا ننفرد ونتميز شيئا فشيئا عن بيئتنا. لنا آراؤنا الخاصة، نعمل ما نراه مناسبا، نتحرر شيئا فشيئا من ربط الماضي، نواجه صعوبات لم نكن نعرفها. في قلب كل واحد فينا أمال كثيرة للمستقبل. نريد أن نبني حياتنا ونكون شخصيتنا وأن نحضر مستقبلنا. الجزء الثاني إعلان البشرى. من إنجيل يوحنا الفصل الأول من آية 43 لآية 51. وأراد يسوع في الغد أن يذهب إلى الجليل، فلقي فيلبس فقال له اتبعني. وكان فيلبس من بيت صيدا مدينة دراوس وبطرس. ولقي فيلبس نتنائيل فقال له الذي كتب في شأنه موسى في الشريعة وذكره الأنبياء، وجدناه وهو يسوع ابن يوسف من الناصرة. فقال له نتنائيل أمن الناصرة يمكن أن يخرج شيء صالح؟ فقال له فيلبس هلما فانظر. ورأى يسوع نتنائيل آتيا نحوه فقال فيه هو ذا إسرائيلي خالص لا غش فيه. فقال له نتنائيل من أين تعرفني؟ أجابه يسوع قبل أن يدعوك فيلبس وأنت تحت التينة رأيتك. أجابه نتنائيل ربي أنت ابن الله، أنت ملك إسرائيل. أجابه يسوع ألأنني قلت لك إني رأيتك تحت التين آمنت؟ سترى أعظم من هذا.
وقال له: الحق الحق أقول لكم، سترون السماء منفتحة وملائكة الله صاعدين نازلين فوق ابن الإنسان. وأراد يسوع في الغد أي هناك تتابع لأحداث قد حصلت. من هذه الآية انتقل المسيح من خدمة اليهودية إلى خدمة الجليل، وفي خلال هذه المدة للمسيح في اليهودية لم يصنع شيء سوى اختيار تلاميذه والتعرف عليهم. وفيليبوس كان قد سمع من بطرس وإندراوس عن يسوع، فهو من مدينتهما، فتبع يسوع إذ دعاه من بيت صيدا. من هنا تفيد مدينة المعيشة والإقامة، وأيضا من هنا في اللغة اليونانية تفيد مدينة البلاد. مدينة الميلاد نعني هنا كفرنحوم. فيليبوس كان من بيت صيدا، وكان أول صيد لأندراوس هو بطرس، وأول صيد لفيليبوس هو نتنائيل الذي كتب في شأنه موسى، أن فيليبوس كان دارساً للكتاب المقدس وعارفاً للشريعة. وجدناه إذن كان هناك نفوذ كثيرة تدرس وتبحث وتنتظر المسيح بأمانة، ويبدو أن كل من أتته هذه الدعوة واستقبلها بفرح تحول إلى مبشر وكارز، أي كل من تذوق لذة اللقاء مع يسوع يدعو الآخرين. يسوع بن يوسف، هذا هو الاسم الذي عرف به المسيح في الناصرة التي قضى فيها أغلب فترات حياته على الأرض. لا غش فيه، أي مستقيما لا يلتوي ولا يكذب ولا يعرف الغش والرياء، يطلب بصدق. هنا نتنائيل أن يعرف الله ويطلب وجه الله كما ينبغي أن يكون الإسرائيلي، وإسرائيل هو الاسم الذي أخذه يعقوب لأنه جاهد مع الله والناس. إسرائيل هو كل إنسان يؤمن بإله واحد حي. من أين تعرفني؟ يبدو أن وصف السيد المسيح عن نتنائيل كان له معنى عن نتنائيل نفسه، إذ جعله يشعر أن يسوع يعرفه. وتفسير وأنت تحت التين رأيتك، حسب ما جاء في التقليد، أولا أن جنود هيرودس إذ جاءوا ليقتلوا أطفال بيت لحم أخفت أم نتنائيل ابنها في صفط ووضعته تحت التينة وخبأته فيها فلم يجده جنود هيرودس. وهذه القصة لا يعرفها سوى نتنائيل وأمه، لذلك ذهل إذ أخبره المسيح بها. ثانيا، عموما التينة لها معنى في حياة نتنائيل، إذ له ذكريات روحية وهو يصلي تحتها.
أسئلة لفهم النص الإنجيلي، ما هي الظروف التي يتم فيها الحدث؟ من هو الشخص الرئيسي؟ ما هي ميزاته؟ من هو المخاطب؟ ماذا يعمل؟ ما هي ميزاته؟ ما هي ردود الفعل لدى المستمعين؟ ماذا يقولون؟ ماذا يعملون؟ ما هي الرسالة التي يريد الإنجيليون أن يبلغوها إلينا في هذه الصفحة؟ كيف نعيش اليوم هذه الرسالة؟ طبعا الظروف هي السؤال الثاني، من هو الشخص الرئيسي؟ ما هي ميزاته؟ الشخص الرئيسي يسوع الذي يدعو التلاميذ. ميزاته أنه يعرف باطن كل شخص، وهنا يعرف باطن كل تلميذ قد دعاه. من هو المخاطب؟ نتنائيل. نتنائيل الأسم، يعني نتانئيل، أي الله أعطى. نتنائيل كان متميز بأنه عارف جدا جدا بالشريعة، شريعة موسى، وهو من الأشخاص الذين كان ينتظر المسيح، قدوم المسيح بكل إيمان. ما هي ردود الفعل لدى المستمعين؟ ماذا يقولون؟ ماذا يعملون؟ حسب النص، هم فيلبس وتلاميذ آخرون كانوا طبعا متفاجئين من أن يسوع قد عرف نتنائيل وعرف ما في داخله، ما يجول في فكره، أين يجلس، خاصة عند ولوجه وتعمقه في الحياة الروحية وهنا تحت التينة. ما هي الرسالة التي يريد الإنجليون أن يبلغوها إلينا في هذه الصفحة؟ أن الله يدعو كل واحد فينا لكي نكون من تلاميذه، كل واحد بحسب تطلعاته، قدراته، وزناته التي أعطيت له. كيف نعيش اليوم هذه الرسالة؟ بأن أقول نعم لدعوة المسيح لي كمسيحي، وأتبع بكل قوة وإيمان رغم الصعوبات والتحديات، وأن أكون شاهدا له في كل شيء. نخرج الآن إلى استراحة قصيرة.
الجزء الثالث الملخص التعليمي. الآن نرتب المعلومات لدرس أبني شخصيتي، شخصية المسيحية طبعا. ندون أيضا هذه المعلومات على الدفتر المخصص للتربية الدينية المسيحية. أبني شخصيتي هناك يكمن لدينا معلومات عن الله يدعوني، الله يعرفني، الله يرافقني، والإنسان خليقة الله. الله يعرفني، يعرف التحول التدريجي الذي يجري في داخلي، يعرف ما يجول في خاطري. رجاء تدوين هذه المعلومات. الله يدعوني، كما دعا فيلبس ونتنائيل وغيرهم، ويجمعني معهم لكي تكون لنا الحياة الإلهية، ليكون بيني وبينه علاقة شخصية. أيضا ندون هذه المعلومات. نرجع. الله يرافقني على درب الحياة، يسير معي ويقود خطاي، ويحبني حبا فريدا. أيضا أعطيكم بعض الوقت لكي تدونوا هذه المعلومات. يلا. الإنسان خليقة الله، الإنسان ثمرة محبة الله الخالق. ميز الله الإنسان عن سائر الموجودات والكائنات الحية بأن خلقه على صورته ومثاله، وأعطاه نفسا حية لا تموت. أقام الله الإنسان سيدا على المخلوقات الأرضية ليتسلط عليها ويخدعها ويستخدمها ممجدا الله. دعا الله الإنسان إلى التعاون معه في بناء ذاته وشخصيته، فيحقق هويته وكرامته ودعوته السامية بفرح. يحاول الإنسان تنمية شخصيته بما فيها من إمكانيات وطاقات لمجد الله ولخير الناس أجمعين. أرجع للخلف لكي يتسنى لكم تدوين العارضة هنا والمعلومات. الآن بعد الملخص التعليمي للشخصية المسيحية ننتقل للجزء الرابع إثراء. الآن نشاهد عن حياة القديس دومينيك سافيو.
يا رب. ننتقل الآن إلى ترنيمة يا رب عرفتني. الآن ننتقل إلى الجزء الأخير
هو الجزء السادس، المهمة البيتية. نقرأ لوقا الفصل الثاني من آية 51 ل 52 ونعدد ما هي مجالات النمو في حياة يسوع، ثم نفسر كل واحدة منها. وصلنا إلى نهاية الدرس، نلقاكم في خير.